الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع، وهو السادس من سلسلة المقاطع التي أقدمها حول ما يسمى السلاسل الزمنية، وهو مقدمة إلى السلاسل الزمنية. عنوان هذا المقطع هو اختبار استقرار السلسلة الزمنية، اختبار استقرار السلسلة الزمنية أو test of stationarity of a time series، يعني هنا الآن استقرار أو عدم استقرارها. وتابع، هذا كما ذكرت هو المقطع السادس من مقدمة إلى السلاسل الزمنية، وأقدم إن شاء الله تعالى في هذا المقطع طرق اختبار استقرار أي سلسلة زمنية، علما بأن المقطع الخامس قد خصص لاختبار ديكيفولر أو ديكيفولر تيست للجذر الأحادي يونت روت تيست، وهو أحد الاختبارات الهامة في تحديد استقرار أو عدم استقرار أي سيرورة عشوائية أو سلسلة زمنية. إذا أرجو الرجوع إلى المقاطع الخمس السابقة، لكن أهم شيء حتى تتمكنوا من يعني معرفة اختبارات الاستقرار يجب الرجوع إلى اختبار ديك فولر العادي. هناك عدة طرق لاختبار استقرار السلسلة الزمنية، منها اختبارات بدائية بسيطة جدا، شكلية صورية، ومنها المتقدم. الآن سأبين. تشمل الأدبيات المعتادة للاقتصاد القياسي المتعلقة بالسلاسل الزمنية خمسة وأكثر، يعني إن شاء الله هي أكثر، لكن الآن سأقدم فقط خمسة منها وركز على أربعة وأجل البقية إلى مقاطع لاحقة. خمس اختبارات رئيسة: الاختبار البياني اللي هو Graphical Analysis، وهو من الاختبارات البدائية كما ذكر، فقط النظر إلى الصورة البيانية، وسأبينها في بعض الأمثلة بعد قليل. واختبار الثاني الآن اختبار الأهمية الإحصائية لدالة الارتباط الذاتي ودالة الارتباط الذاتي الجزئي، هذا بالاختبارات المهمة جدا جدا، خاصة هذه دالة الارتباط الذاتي أو ما يسمى بالأوتو كورليشن فانكشن. ثم اختبار الجذر الأحادي بواسطة إحصائية ديك فولر الذي تحدثنا عنه في المقطع الخامس كما ذكرنا. هذا الآن الاختبار هنا الإحصائية قدمنا عنها في المقطع الخامس. ثم اختبار ديك فولر المجمع أو ما يسمى Augmented Dick Fuller Test ADFT، وهو من الاختبارات المتقدمة والمعقدة. وفي هذا المقطع سأتحدث فقط عن اختبار فيليبس بيروند بالاسم، لكن سأخصص له ولبقية الاختبارات إن شاء الله مقاطع لاحقة بإذن الله في المستقبل القريب. نتابع. أذكر هنا بظاهرة مهمة جدا تسمى ظاهرة الانحدار غير المنطقي، spurious regression. هذه الظاهرة تحدث عند محاولة القيام بانحدار متغير سلسلة زمنية غير مستقرة على متغير سلسلة زمنية أخرى. إذا الآن يعني عندي ما يسمى بـ non-stationary time series، أريد أن أقوم بانحدار، يعني نسميها regression، يعني to regress أحد المتغيرات هي على يعني السلسلة على أحد المتغيرات أو العكس. تكون الأهمية الإحصائية عند يعني القيام بمثل هذا الانحدار، الأهمية الإحصائية للمعلومات المقدرة عالية، لكن معامل دوربن واتسون وليس في كل الحالات بيكون طبعا منخفض جدا أو مرتفع جدا نتيجة لوجود ارتباط موجب قوي أو ارتباط سالب قوي بين المتغيرين. لكن هنا يجب ألا تغشنا هذه يعني هذا الرأي هنا، لأنه سأبين في اختبار لاحق بأن دوربن واتسون بيكون كثير قريب من اثنين، لكن على الأغلب بيكون السلسلة غير مستقلة. لكن نتابع الآن. هذا الآن مثال، هذه الآن دالة المقدرة معلوماتها واي سب تي هات تساوي 5.75 زائد 0.1595 في اكس تي. لاحظوا ار سكوير منخفض، والآن تي قيم الاختبار تي عالي جدا 15.90، وهنا تي تساوي 27.975 مهم جدا. ولاحظوا دوربن واتسون هنا، هذه ظاهرة غريبة انه يكون منخفض جدا قيمة دوربن واتسون، ما يعني الآن بأن الروهات اللي هو يعني لو قدرناها بواسطة 2 إلى دي تساوي 2 في 1 ناقص رو، بما أن هدي معروفة عنا فتطلع 1 ناقص رو تساوي تقريبا 98%، إذا المعامل ارتباط موجب وقوي جدا. هذا بنبهنا على أنه إمكانية أن الظاهرة اللي هي السلسلة غير مستقرة. نتابع.
الآن أول هذه الاختبارات البسيط الاختبار البياني يعتمد على هذا الاختبار على تحليل الصورة البيانية للسلسلة الزمنية تحت الدراسة أو السلسلة الزمنية تحت الدراسة للسلسلة هنا بعتذر على الخطأ العشوائي. وعلى الرغم من أن هذا الاختبار ليس حاسما في بعض الحالات إلا أنه قد يعطي قد في الاحتمال يعطي فكرة دقيقة عن حال السلسلة مستقرة أم غير مستقرة. لاحظوا له هاي الآن مثال بياني، هذه الآن اتجاه موجب لأن هناك ترند أو الاتجاه لاحظوا يتصاعد بطريقة سريعة وهذا الآن الاتجاه ينخفض بشكل سريع. فهو عندي اتجاه سالب نيجاتيف ترند، هنا عندي اتجاه موجب بوزيتيف ترند، ما يعني الآن على الأقل شكلا يخبرني يعني هذه الصورة بأن السلسلة هذه أو هذه السلسلة غير مستقرة وبالتالي ستنتج ما يسمى بانحدار غير منطقي أو سبوريوس ريجريشن. هنا الآن مثال على دالة اتجاه ثابت. طبعا الاستقرار أو عدم الاستقرار أذكر بالمقطع السابق ذكرت بمقاطع سابقة ذكرت بأن عدم الاستقرار معنى أن متوسط السلسلة غير يعني يزداد مع الزمن وتباينها يزداد مع الزمن. أما إذا إما طبعا التباين أو المتوسط أو كلاهما. هنا الآن لاحظوا أن المتوسط ثابت والتباين ثابت في هذه الحالة، فهذه قد يعني نجدها بأنها مستقرة إلى حد كبير فقط من اختبار البياني. نتابع الآن. الآن اختبار الشكل البياني لاحظوا لهذه الآن هنا عرض النقد شهريا خلال فترة 2017 ل 2020 من بيانات البنك المركزي الأردني. لاحظوا الآن الاتجاه هنا اتجاه متصاعد، هذا هو الاتجاه، ما يعني بأن هناك شك كبير على الأقل شكلا من خلال الشكل البياني أن هذه السلسلة غير مستقرة. يتضح عدم استقرار السلسلة من القيم المتصاعدة الاتجاه الموجب والفجوات الكبيرة. لاحظوا لي هذه من هنا لهنا فجوة كبيرة، هنا الآن من هنا لهنا فجوة صغيرة، هنا فجوة كبيرة نسبيا، هنا صغيرة، وهنا وهكذا. إذن الفجوات الكبيرة في قيمة المتغير عبر الزمن ما يعني بأن وسط وتباين السلسلة يتغير مع الزمن. نتابع ثانيا اختبار دالة الارتباط الذاتي، وهو الآن من الاختبارات المهمة جدا وبنعتمد عليها على الأقل في كثير من السلاسل الزمنية. هذا الآن ما يسمى بالأوتوكوريليشن تراكينج. لاحظوا لي الخط المتقطع هذا قديش بعده عن نقطة الأصل هنا، وإذا ذهبنا مسافة مساوية إلى اليمين نجد بأن كل لاحظوا إلى 31 لاج أو متأخرة زمنية كان الارتباط مرتفع. لاحظوا لي هنا 0.981 يعني واحد صحيح تقريبا، هذه تقريبا واحد صحيح، هذه تقريبا واحد صحيح، هذه تقريبا واحد صحيح، يعني 90% 89% 90% وهكذا إلى أن نصل إلى المتأخرة أو لاجز 31. لاحظوا لي معامل ارتباط 57.2، ما يعني أنه فقط من النظر إلى دالة الارتباط الذاتي الكولوروغرام تبع هذا تبع أو الرسم البياني لا دالة الارتباط الذاتي يخبرنا بأن السلسلة المعنية هنا غير مستقرة. هذا احنا اخذنا من المتأخرة الاولى الثانية الثالثة الى 31 متأخرة ولاحظنا بان دالة الارتباط الذاتي مرتفع في كل الاحوال، اي بمعنى اخر معامل الارتباط الذاتي هنا مرتفع حتى نصل الى المتأخرة 31. وبالتالي هذه السلسلة على الاقل من وجهة نظر اختبار دالة الارتباط الذاتي بتكون غير مستقرة. مثال سلسلة عرض النقد M1 الشهري هنا الآن 2017 ل 2020 التي ذكرتها قبل قليل، المنشور على قاعدة بيانات البنك أو اللي هو المصرف البنك المركزي الأردني. الآن هذا قيم السلسلة سنة 2000 الشهر الأول، طبعا شهر واحد اللي هو يناير أو يناير أو كانون الثاني من سنة 2017 أن ننتهي بشهر 12 2020. لاحظوا الآن هذا الكولوغرام أو صورة الارتباط الذاتي، فعندي المتأخرة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة، تميز معامل ارتباط بأنه إحصائيا ذات أهمية ما
بعيد عن الصفر. فهنا تقريبا يعني قول 90%، هنا 81%، 70%، وهكذا. إذا أستنتج من صورة الكورجرام أو صورة الارتباط الذاتي هذه بأن سلسلة عرض النقد أمن الشهرية 2017-2020 المنشورة على قاعدة بيانات المصرف والبنك المركزي الأردني، هذه السلسلة غير مستقرة حسب البيانات وحسب اختبار ما يسمى بالأوتو كورليشن فانكشن أو دالة الارتباط الذاتي. هذه الآن الصورة التي بينتها قبل قليل، وهذا عندي الآن. لاحظوا لي هنا المتأخرات السبعة الأولى، أوكي، تتميز بمعامل ارتباط عالي ويختلف عن الصفر، أي يعني ذو أهمية إحصائية. وهذا الآن هو الاتجاه المتصاعد للسلسلة. أوكي. نتابع على بركة الله. يبين اختبار نيكي فولر وجود جذر أحادي في السلسلة الأموان التي ذكرتها. أرجو الرجوع إلى المقطع الخامس، ومثل ما هو مبين في نتائج الاختبار بواسطة برنامج إيفيوز. هذا الآن إحصائية الاختبار، لاحظوا لي هي 0.26118 سالب. هاي يجب أن تكون كقيمة مطلقة أكبر من أي قيمة اللي هن هنا على مستوى 1% من إحصائيات ديكي فولر، هاي على مستوى 5%، وهاي على مستوى 10%. لاحظوا هاي 1%، هذه 5%، هاي 10%. فهذه القيمة بالقيمة المطلقة أقل من كل هذه القيم، وإذا اعتبرناها كإشارة سالبة فهي أعلى منها على الأقل. يعني هذه أكبر من هذه القيم إذا أخذنا الإشارة بعين الاعتبار. أما إذا أخذنا المطلق بالقيمة المطلقة فبتكون أكبر منها أو أقل منها عفوا، وبالتالي تشير النتائج من خلال يعني اختبار ديكي فولر بأن السلسلة غير مستقرة، غير مستقرة. إذ عندنا مقارنة القيمة المطلقة لإحصائية تي مع القيمة المطلقة لإحصائية تاو، نجدها أقل بكثير منها. هذه القيمة المطلقة هنا أقل من هذا، حتى لو أخذنا الإشارة سالبة فهي أكبر منها، لأن الإشارة السالبة بتقول عكس الإشارة الموجبة. ثالثا، اختبار ديكي فولر اللي هو أرجو الرجوع، اللي هو يعني هذا اختبار الثالث، أرجو الرجوع إلى المقطع الخامس مع التذكير بأننا افترضنا أن الأخطاء العشوائية هنا في ديكي فولر العادية هون هذه إبسلون سب تي غير مرتبطة مع بعضها بعضا، أي مستقلة identically and independently distributed IID identically and independently distributed اللي هو stochastic errors هنا. فالآن الرابع، اختبار ديكي فولر المجمع augmented ديكي فولر test. لا نفترض في هذا الاختبار بأن الأخطاء العشوائية لإبسلون سب تي مستقلة عن بعضها البعض، وليست IID اللي independently and identically distributed. بداية دعنا نعرف المتغير، هذا دلتا واي صب تي ناقص واحد. لاحظوا الفروقات بين تي صب اي عفوا تي في صب يعني تي ناقص اي، حيث اي تأخذ اي قيمة واحد من ثلاث وهكذا. دعنا نعرفها كما يلي. الآن دلتا واي صب تي ناقص واحد تساوي واي تي ناقص واحد مطروحة منها واي تي ناقص اثنين، هذه الأولى مطروح منها الثانية. هنا دلتا صب تي ناقص 2 تساوي واي تي ناقص 2 سالب أو مطروح منها واي تي سالب 3، يعني التي تليها مباشرة، وهكذا البقية الآن، وهكذا حتى نصل إلى، لنفترض أنه إحنا أخذنا كي من الآن المتأخرات، فبتكون دلتا واي صب تي ناقص كي تساوي واي صب تي ناقص كي مطروح منها واي صب تي ناقص كي زائد واحد، أضفناها. يعني بمعنى آخر كمثال الآن دلتا واي صب تي ناقص خمسة تساوي واي صب تي ناقص خمسة مطروح منها واي صب تي ناقص ستة، إذا طبقنا هذا. هاي الآن تعريف دلتا واي صب تي ناقص اي. سنأخذ هذا التعريف بعين الاعتبار الآن في اختبار ديكي فولر المجمع، وطبعا نمثل ذلك إن شاء الله بمثال. لنفترض الآن بأن المعادلة تحت الدراسة تأخذ الشكل الآتي. هذه الآن المعادلة التي ندرسها، ونريد أن نتحقق من أن هذه السلسلة مستقرة أم لا. فدلتا واي صب دلتا عفوا دلتا واي صب تي تساوي بيتا 1 زائد بيتا 2 في التايم ترند. هنا لاحظوا الترند
زائد ألف هذه تذكروا تساوي واحد ناقص رو في واي صب تي ناقص واحد زائد اي تي. هاي تجربة هلأ، ممكن الآن أضطر أني أكون تي ناقص اثنين وهكذا. يستوجب اختبار ديكي فولر تقدير معلومات النموذج الآتي بواسطة المربعات السرعة الاعتيادية. الآن بما أنه أخذنا المعادلة باعتبار، الآن نعدلها ونضيف تصبح كما هي الآن هذه المعادلة. دلتا واي صب تي هذه بيتا 1 بيتا 1 تبقى كما هي، بيتا 2 في تي تبقى كما هي، ألفا في واي صب تي ناقص 1 تبقى كما هي. الإضافة الغريبة اللي عليها هي عبارة عن حاصل جمع from i equal 1 إلى m، حيث الآن هذه تبدأ بالواحدة ممكن تكون 1 أو 2 أو 3. بمعنى آخر أنه في عندي هنا الآن هذه جاما صب i عبارة عن معلمة نريد تقديرها مضروبة في دلتا واي اللي عرضتها قبل قليل، دلتا واي صب تي ناقص اي، حيث اذا انه مثلا اي تساوي واحد فبصير عندي دلتا واي تي ناقص واحد ناقص واي ناقص اثنين وهكذا. فهون ارجو الانتباه لا زائد ابسلون. هذه الان نفترض بانها سيرورة ازعاج ابيض، بمعنى اخر بانها ايدنتيتي يعني مستقلة عن بعضها البعض، وهي سيرورة ازعاج ليست مرتبطة مع بعضها البعض. يحدد عدد المتأخرات الزمنية من الفرق هذا الآن كم مرة بنعملها بالتجربة والخطأ، وعادة ما يختار الباحث عدد المتأخرات الذي يؤدي إلى جعل الخطأ الأشواعي هذا غير مرتبط مع بعضه. مهم جدا. تبقى فرضية العدم اللي هي هذه H not اللي هي ألف هاية تساوي صفر أو خلاف ذلك، وتبقى القيم الحرجة المعتمدة في جدول قيم إحصائية تاو تبع ديكنفلر المجمع نفسها أو الديكنفلر العادي. الآن أرجو يعني الرجوع إلى هذا المقطع أكثر مرة حتى نفهم المصطلحات هنا. نأخذ الآن مثال سلسلة الناتج المحلي، آسف على الخطأ الخطأ الطباعي هنا، سلسلة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للأردن من سنة الآن 92 ل 2017 بالأسعار الثابتة، هذه قيمة الجي دي بي. الآن إذا أخذنا الفرق دلتا واي صب تي هذه مطروح من هذه، يعني الثانية مطروح منها الأولى والثالثة مطروح منها الثانية والرابعة مطروح منها الثالثة وهكذا، نحصل على هذه السلسلة هنا. هذه الآن واي صب تي ناقص واحد لنبدأ من هنا، لأنه هذه الآن اعتبرنا أنها تبدأ من هنا واي صب تي، لكن لأنها مطروح منها واحد فبالتالي نبدأ من هنا وننتهي هنا، نبدأ بسنة 1992 ننتهي ب 2016 بالحالة هاي. تي طبعا 24 بدل أن تكون 25 بتكون 24 لأنه راحت مشاهدة واحدة. هذه الآن دلتا واي صب تي ناقص واحد، هذه القيم حتى أكون دقيق علميا قمت بتجربة على هذه القيم أعطتني نتاج مختلف، لكن عندما الآن أعطتني نتاج معين عفوا، لكن عندما استخدمت برنامج الإي فيو، برنامج الإي فيو معقد إلى حد ما، وبالتالي الذين برمجوه بيعرفوا كم مرة بده أخذ هذه القيمة، فأعطاني النتائج التالية الآن. هذه دلتا y sub t تساوي بيتا 1 زائد بيتا 2 في t زائد ألفا في y sub t ناقص 1 زائد هنا عملها مرتين i الأولى و i الثانية، يعني بالحالة هاي m تساوي 2 وبالتالي كانت النتيجة كما يلي. y طبعا هذه دلتا هنا، يعني أرجو أنه تعتبروا لي أنه هذه الآن هي دلتا، يعني بمعنى آخر قمنا ب بانحدار هذه على المتغيرات هاي الثلاثة، فهذه دلتا. أنا بعتذر عن هنا سقطت سهوا هنا، لأنه دلتا تساوي 489.16 سالب الآن هذه ألفا تساوي سالب 17.75 وهي بالمناسبة متسقة مع النظرية، يعني أقل من صفر. وهنا الآن y صب t ناقص 1 اللي هون i تساوي 1 هنا 1، فأصبحت الآن t ناقص 1 هذه قيمتها موجبة، و
واي دلتا واي صب تي ناقص 2 لانه اخذناها مرتين هذه المعامله، يعني خلينا نقول واي هذه جاما 1 هذه القيمه وجاما 2 هذه القيمه، وتساوي طبعا ترند الزمني هنا 53.45 44 اللي هي معامله الزمن ار سكوير، طلعت قيمته 58.4. ودي المفاجأة هنا، يجب ألا تغشنا هذه القيمة، هذه القيمة قريب من 2 كثير كثير، وبالتالي قد ندعي بأن ليس هناك معامل ارتباط ذاتي، لكن اختبار ديكيفولر الآن بيقول لي بالحرف الواحد بأنه هذه قيم تاو لاختبار ديكيفولر مجمع، أقارن هذه القيمة المطلقة أو بالإشارة، نفترض أنه جعلنا الإشارات كلها موجبة، وبالتالي هذه أقل من كل هذه القيم، عند مستوى 1% أقل منها، مستوى أقل على مستوى 5% هذه القيمة أقل منها، يعني أقارن هذه القيمة بهذه القيم عند مستويات مختلفة، وعند 10% أقل منها، ما يعني الآن بأن السلسلة هذه النتيجة، السلسلة طبعا هنا هذه T value لهذه المعلمة، فيبدو أنها يعني تتميز بأن معنوية إحصائية عالية، أي يعني هذه المعلمة هذه ليست يعني قريبة من الصفر أبدا، لكن عند مقارنتها مع قيم تاو هنا بتقول لي على أنه النتيجة السلسلة غير مستقرة، السلسلة غير مستقرة لأن هذه القيمة المطلقة لها أقل من كل هذه القيم، أو أنها إذا أخذناها بعين أخذنا الإشارة بعين الاعتبار بتكون أكبر من كل هذه القيم، ما يعني بأن النتيجة بتقول إنه السلسلة غير مستقرة. آخر شيء أتحدث عنه الآن عفواً دالة الارتباط الذاتي اللي هي الجي دي بي الأردني أو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من سنة 1992 ل 2017، بتقول لي إنه أول 6 متأخرات، المتأخر الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادسة، هنا تقريبا 91%، هنا 81%، هنا تقريبا 70% معامل ارتباط، فلحد المتأخر السادسة كلياتها تتميز بمعنوية إحصائية عالية، أو الخامسة نفترض، يعني نقول ما يعني الآن بأن السلسلة حسب حتى اختبار الأوتوكوريليشن فانكشن أو دائرة الارتباط الذاتي الكوريوغرام لها بقول أنها غير مستقرة، النتيجة أن السلسلة غير مستقرة حسب هذا الاختبار كذلك الأمر. إن شاء الله بإذن الله تعالى سنتحدث عن اختبار فيليبس بيرن في مقطع لاحق بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى.